إن لله وإنا إليه راجعون. كما تشوفوا معنا متابعي قناة صوت عدالة في هذا البث المباشر يعني من حضور رجال الأمن والناس المسؤولين يعني طرام ضرب سيدة شتتها يعني كنا سمعنا في هذا البث المباشر وسمعنا أيضا من الساكنة اللي كانت حاضرة هنايا وكانوا الناس في القهوة كانوا باركين يعني جابوا واحد السرعة فائقة يعني ضرب هذه السيدة الله يرحمها ماتتش يعني إن لله وإنا إليه راجعون يعني بمنطقة السيد البرنوطي يعني توفات هذه السيدة الله يرحمها والله يغفر لها في هذا النهار المبارك الان كيحاولوا انهم يغسلوا هذا المكان لانه في واحد الرائحه كريهه يعني ان الشمس والسيده تشتات الله يسر يعني الدم والريحه يعني التدخل ديال رجال الامن هنا كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر باقي هادشي باقي في شوتو هو اش كيقول واحد لا غتكف من الله من الليل هنا ضربه من الليل هنا واحد ثاني الجراد كاينه كاميرا غير غتصور تسجل صرت هنا وصرت هنا ضربه من الليل واش هادشي يعني كما سمعنا في هذا البث المباشر من طرف الناس اللي كان قال لك كاين اللي كيقول لك انه كان دايزا وبغى يضربها كاين اللي كيقول لك بغى تركب وضربها كاين اللي كيقول لك راه ضربها من ذاك المنطقه يعني من المكان ديال الركوب حتى لهنايا راه واحد 100 متر حتى 200 متر كاين اللي كيقول لك انه جاي شي سيد بغى يشفرها يعني كل اسباب ومسببات غيعرفوها رجال الامن بالكاميرا يعني كاينه كاميرا المراقبه هما اللي يقدروا يعرفوا هذا الشيء يعني فقط غير هضره هذه زايده ديال داز من هنا ضربه من هنا يعني ما عندنا حنا ما نقولوا ما حضرناش فقط الناس اللي حضروا الناس اللي شافوا هما اللي غيقولوا هذا الشيء يعني كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء يعني السيده ضربها طرام لكن الظروف كيفاش ضربها وكيفاش وعلاش غيعرفوها رجال الامن وفي قناه صوت العداله شكرا على تتبعكم وشكرا على وفائكم نلتقي في البث المباشر القادم ان شاء الله.